يا مساء الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الهدف. بدايتنا من نادي الزمالك. في هذه الاثناء وهذه الساعات يتم التوصل لاتفاق ما بين اداره الزمالك وبين محامي وممثلي خالد بوطيب، لاعب او اللاعب المغربي السابق في صفوف نادي الزمالك، لتسويه المديونيه الخاصه بخالد بوطيب طبقا للاتفاق الاتي. الاتفاق ده هو ان نادي الزمالك يدفع دلوقتي 50% من مستحقات خالد بوطيب اللي هي تقريبا حوالي 2.5 مليون يورو، وال50 ده المبلغ كله على بعضه. طبعا هو كان المبلغ اقل من كده وحصل بعد كده تراكمات وفوائد لغايه لما وصل ل 2.5 مليون يورو. سيتم دفع 50% دلوقتي من هذا المبلغ، ثم يتم تقسيط باقي المبلغ على 6 شهور او 6 اشهر. الاتفاق الشفهي حصل، ولكن الاتفاق الرسمي المكتوب لسه حتى هذه اللحظة اللي احنا بنكلم فيها حضراتكم لم يتم توقيع اي ورقة رسمية ما بين نادي الزمالك وما بين خالد بوطيب، وعشان كده نادي الزمالك لم يعلن بشكل رسمي انتهاء هذه الازمة اللي عنده 48 ساعة انه يحلها انتهاء او لغاية لما تنتهي المهلة الخاصة بالاتحاد الافريقي اللي هي يوم 5 اللي هي بعد بكرة ان شاء الله اذا ربنا احيانا وكان لينا عمر. طب ليه نادي الزمالك عمل كده؟ لانه على مدار الشهور اللي فاتت كان في اتصالات مستمرة مع إدارة الزمالك ما بينها وما بين ممثلي خالد بوطيب، وكان المحامي بتاعه بيوافق على اتفاقاته بعد كده يرجع فيها تاني ويرجع في هذه الاتفاقات مرة تانية ويرجع في كلامهم مرة تانية. عشان كده مسؤولوا الزمالك مش عايزين يعلنوا أي شيء رسمي حوالين هذا الاتفاق إلا لما يتم توقيع ورقة رسمية واتفاق رسمي بين الزمالك وما بين خالد بوطيب، عشان على إثر هذه أو هذا الاتفاق يتم حل مشكلة إيقاف القيد، وبالتالي يحصل الزمالك على رخصة المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية. ده الوضع حتى الآن عند مسؤولي الزمالك اللي ربنا يكون في عونهم وربنا يكون في عون كابتن حسين لبيب تحديدا. الراجل ده بقى له 3 أيام ما بيروحش نادي الزمالك، مكوك عشان يحل هذه الأزمة ويتم دفع هذه المديونية، لأن الرغبة عند مجلس إدارة نادي الزمالك وعند كابتن حسين لبيب تحديدا أنه مش عايز يخلص كل المكافأة الخاصة بالكونفدرالية الإفريقية في فلوس خالد بوطيب، لأن عنده التزامات كتيرة جدا ومديونات كتيرة جدا وبقاء كتيرة جدا مفتوحة عايز يسدها ويسد خالد بوطيب وهو ماشي، عشان يقدر يدعم فرقة الكورة ويدعم بقية الفرق عشان يستعد للموسم اللي جاي بشكل افضل مما كان عليه سواء بالنسبه لكره القدم او بقيه الالعاب. ده فيما يخص نادي الزمالك وخالد بوطيب وموقفه حتى الان. نطلع من نادي الزمالك وخالد بوطيب الى بيراميدز. كل اللي حضراتكم سمعتوه على انه بيراميدز لن يشارك في دوري ابطال افريقيا وان رخصته محل شك، ده كله بلح. الكلام ده كله لا اساس له من الصحه، كله طق حنك وكلام ابن عم حديد وملوش اي قدر من الصحه ولا حتى 1%. ليه؟ لأن طبقا للاتحاد الأفريقي ولوائحه، الحاجة الوحيدة اللي توقف الرخصة الخاصة بأي نادي هو أن يكون صدر ضده حكم نهائي وحط تحت نهائي دي 60 مليون خط قبل 31 مارس الماضي، وهو ما لم يحدث مع نادي بيراميدز. اللي حدث مع نادي بيراميدز النادي النجوم أخذ حكم من لجنة شؤون اللاعبين خلال شهر مارس، حكم درجة أولى. بيراميدز استأنف عليه وصدر قرار لجنة التظلمات في شهر أربعة، وبالتالي عدى المهلة. وحتى الحكم بتاع لجنة التظلمات ده أو لجنة الاستئناف دي، ده حكم غير نهائي، لسه يقدر ينقضه بيراميدز، يقدر يوصل للمحكمة الرياضية الدولية، ولسه عنده مشوار قضائي وتقاضي طويل جدا. فلسه الموضوع بالنسبة أو الموضوع بالنسبة لبيراميدز ملوش أي علاقة بمشاركة بيراميدز في البطولة القادمة من دوري أبطال أفريقيا، ورخصته سليمة. وحتى الاتحاد الأفريقي بعت للاتحاد المصري لكرة القدم يستفسر منه بعد ما قام نادي النجوم بشكوى بيراميدز وشكوى الاتحاد المصري لانه ادى الرخصه لفريق بيراميدز، فبدور الاتحاد الافريقي الكاف سال الاتحاد المصري لكره القدم واستفسر منه عن هذا الموضوع، ولسه الرد هيروح لهم من الاتحاد المصري لكره القدم بالتفاصيل اللي انا قلتها لحضراتكم دي، وان رخصه بيراميدز صحيحه بنسبه 1000000%، ويحق لي المشاركه في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم طبقا للوائح الاتحاد الافريقي. الخبر اللي جاي يخص النادي الاهلي، وهو خبر بيتكرر لتاني مره بعد النجاحات الكبيره اللي حققها مارسيل كولر المدير الفني السويسري مع النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت. انتوا عارفين ان الاهلي تحديدا بيبقى فاترينا مهمه جدا 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 لاي مدير فني بينجح معاه. شفنا ده مع مانويل جوزيه،
شفنا ده مع بيتسو موسيماني، شفنا ده مع جاريدو، شفنا ده مع ناس مع بيسيرو، شفنا ده مع او بنشوف ده دلوقتي مع مارسيل كولر، اللي كان في وقت من الاوقات، وحتى اكد لي المعلومه دي مهندس خالد مرتجي لما كان ضيفي هنا في الهدف، انه جاله عروض قبل كده بارقام كبيره جدا من الدوري السعودي، وهو ساعتها فضل البقاء في نادي الاهلي. خلال هذا التوقيت اللي انا بكلم حضراتكم فيه، على فكره احنا الوحيدين اللي لسه مكملين بطوله الدوري او البطوله المحليه، لكن كل الناس في كل حته هم بيشوفوا دلوقتي هيعملوا ايه السنه الجايه، فاللي عايز يتعاقد مع مدير فني، اللي عايز يتعاقد مع لعيبه جديده، دي فتره التعاقدات. ده السبب اللي احنا بنقول لحضراتكم الخبر ده دلوقتي، لان احنا الموسم عندنا شغال، لكن بره الناس شغاله في تعاقداتها. فمارسيل كولر على راس قائمه مدربين يستهدفهم اثنين او ناديين من انديه الدوري السعودي، دوري روشن، عشان يستقدموا مارسيل كولر يقود فرقهم خلال الموسم القادم. الناديين دول تواصلوا بالفعل مع كولر وممثلي مارسيل كولر، وكان الرد كالاتي: ان انا مجنون اهلي، انا الاهلي عندي هو الاولويه، ولكن يتم ارجاء الرد في اي حديث او اي رد من جانب ممثلي كولر على المفاوضين من قبل الناديين اللي بيلعبوا في الدوري السعودي لغايه نهايه الموسم. ليه؟ لان بطبيعه الحال الوكيل ما بيبقاش عايز يسيب اي فرصه الا ويامنها، يعني مش هيدي رد قاطع دلوقتي، لا استنوا بس احنا لسه الدوري عندنا شغاله، هينتهي على نهايه شهر 8، خليكم معانا هنشوف الدنيا فيها ايه. طب يا عم احنا عندنا دوري السنه الجايه واحنا لازم نكون مستقرين في فترات اعداد والكلام ده كله، لا. حتى الان ردنا الاولي كولر حاطط الاهلي على راس الاولويه، جدد عقده، عقده ينتهي بنهايه الموسم القادم اللي هو شهر 6 2025، عنده 3 شهور كشرط جزائي، ولكن هو الاولويه بالنسبه له هي النادي الاهلي. منتظر لغايه لما يشوف بقى اجتماعاته مع لجنه الكره، التعاقدات الجديده، لان مارسيل كولر، ودي نقطه مهمه جدا عرفناها من مصادرنا، هو واحده من اهم الاولويات بالنسبه له ان يتم استخدام الصفقات اللي هو عايزها، لانه عايز يقفل مع الاهلي ويفنش مع الاهلي عالي زي ما ابتدى مع عالي وزي ما مستمر ما هو معاه عالي، وهو شايف ان الصفقات الفرقه دلوقتي محتاجه احلال وتجديد في بعض المراكز، عشان كده هو مهتم جدا بمعرفه الصفقات اللي هو طلبها هتيجي ولا مش هتيجي، لان دي هتبقى عنصر حاسم في استمراره السنه اللي جايه، لانه عايز يكمل بنفس التميز والنجاح اللي هو مكمل بيه مع الاهلي، او اللي هو ماشي بيه مع الاهلي، واللي بدا مشواره بيه مع النادي الاهلي. فده كان الرد اللي اتقال لممثلي الناديين السعوديين اللي تواصلوا مع مارسيل كولر، وطبعا المقابل المادي مش عايز اقول لحضراتكم، يعني المقابل المادي كبير جدا جدا جدا، زي ما كان حصل في المره الاولانيه، واللي ساعتها قفلها كولر ضبه ومفتاح وفضل البقاء في النادي الاهلي، وهو ما بنسبه كبيره سيحدث خلال الموسم القادم، ولكن مسؤولي كولر وكلاء كولر فضلوا مواربين الباب لحين انتهاء الموسم الحالي، ثم الرجوع برد نهائي وحاسم لمسؤولي الناديين السعوديين اللي تواصلوا معاهم بشان مارسيل كولر واستقدامه الى الدوري السعودي. نروح مع حضراتكم للقاءات اللي اتلعبت النهارده. كان في لقاء الزمالك وفاركو انتهى 1-1، كان في لقاء سيراميكا والاسماعيلي واللي انتهى بفوز سيراميكا، فوز غالي جدا 1-0، ولقاء مودرن سبورت وبلديه المحله واللي انتهى بفوز مودرن سبورت على البلديه 1-0، وده اول لقاءات اللي اتلعبت النهارده، وفوز مودرن سبورت على البلديه 1-0، والهدف سجله ارنولد ايبا في الدقيقه 85 كده مودرن سبورت النهارده. طبعا ده البنالتي بتاع احمد ياسر ريان واللي فاز بيه سيراميكا 1-0، فوز غالي جدا لفرقه سيراميكا. وبعد كده تعادل الزمالك وفاركو. بصراحه كل التحيه لفريق فاركو، والله يعني بحس فاركو ده ملوش اهل يسالوا عليه، يعني اهلي في زمالك في اهلي في زمالك، وانه يقدر النهارده يطلع. على فكره ركلتين الجزاء بتوع زيزو وبتوع ياسر ريان الاثنين شبه بعض جدا، والاثنين عليهم علامات استفهام كبيره جدا، بس دي طبعا يفتي فيها المتخصصين التحكيميين فيما يخص صحه ركلتي الجزاء سواء بتاعه الزمالك او بتاعه سيراميكا كليوباترا. انتهى اللقاء 1-1، وزي ما كنت لسه بقول لحضراتكم كل التحيه للاعيبه فاركو، كل التحيه لاحمد خطاب المدير الفني الشاب الواعد لفريق فاركو. بصراحه انه يلعب اهلي في زمالك في اهلي في زمالك في ظرف اسبوعين تحس ملوش اهلي يسالوا عليه والله، فانه يقدر يطلع بمونت النهارده من الزمالك شابوه.
والله شابوه. وقبليها كان كسبان الاتحاد، فعامل لا عامل شويه ارقام الفتره اللي فاتت واداء جيد جدا مخالف للي بدا بيه بيراميد، بدا بيه قصدي فاركو حتى في بدايه الموسم الحالي. دي كانت اهداف اليوم واللقاءات اللي اتلعبت النهارده. نتمنى خلال الفتره اللي جايه ان يكون في مراعاه شويه للانديه اللي ملهاش صوت واللي ما بتتكلمش زي فاركو وغيرها من الانديه اللي ممكن تلاقي متكربس له 4 5 6 ماتشات جامدين جدا في ظرف اسبوعين 3. وعلى فكره ده يحصل في نهايه الموسم مع زد برضه، زد هيروح لاعب اهلي في الزمالك او زمالك في اهلي في ظرف 3 ايام، فتره قليله جدا جدا جدا. نطلع العناوين واهم الاخبار، خليكم معنا. مفاجأة نداي، ملف التجديد، خطة الميركاتو، لغز شيكابالا، شكل الدوري. يشرفنا وبينورنا ملك الحصريات الأستاذ محمد البنهاوي. يا أستاذ محمد منور الدنيا كلها. أهلا بك كابتن إبراهيم وأهلا بمشاهدينك. الحمد لله تمام، كله تمام، كله زي الفل. إيه هي مفاجأة نداي؟ يمكن إبراهيم نداي في ناس كتيرة اتكلمت الفترة اللي فاتت، يمكن في غضب شوية من جمهور نادي الزمالك على أداء إبراهيم نداي خصوصا لما بيلعب باك ليفت. فجأة طلعت أخبار إن نادي الزمالك بيجدد مع أو هيخلي إبراهيم نداي موجود الموسم القادم، فده طبعا عمل جدل كبير جدا عند جمهور نادي الزمالك. أنا المعلومة اللي عندي، يمكن سألت في الموضوع، يمكن إبراهيم نداي له مستحقات متأخرة بشكل كبير جدا، يمكن وصلت ل 800,000 دولار وخد جزء منها، لكن الباقي لسه موجود. فيمكن نادي الزمالك كان تفاوضه مع إبراهيم نداي إن أنت هتاخد المستحقات المتاخره بتاعتك والموسم اللي جاي هتتنازل عن القيمه الماليه اللي انت بتاخدها. يمكن احنا معانا عقد نداي السنه الجايه، ابراهيم نداي بياخد 1,096,000 دولار. مليون 96,000 يعني مليون 100,000 دولار تقريبا في الموسم الواحد اللي هو الموسم الواحد اللي جاي. نهار اسود، وده العقد معانا هو يمكن موسم 24 25. 1,076,930 اللي هي اول حاجه فوق. ده الموسم اللي جاي، ده الموسم اللي جاي. بالنسبة هو عقده ممتد لغايه امتى؟ الموسم القادم هو اخر عقده. آخر عقد. الزمالك بلغه اوريدي، كان بيأمن نفسه لان كان المفروض الزمالك يبلغ قبل 30/6 ان انت مش هتستمر معانا عشان ما يبقاش مضطر ان هو ينفذ الموسم ده. القادم. لكن ابراهيم نداي طالب او وكيله تواصل مع نادي الزمالك وقال ان هو عايز الـ 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 القيمه الماليه، عايز القيمه الماليه بتاعت المستحقات المتاخره عند ابراهيم نداي وهي زي ما قلنا 800,000 دولار. أي. طبعا ابراهيم نداي الناس كتير هتتسال طب ايه اللي يخلي ابراهيم نداي يتنازل عن قيمه زي دي ويوافق انه يلعب الموسم اللي جاي مقابل بس رقم كبير جدا. ما اعتقدش عمر نداي اخد الرقم ده في مشواره كله. ده المفاجاه بقى اللي انا هقولها لحضرتك دلوقتي. أي. ان نادي الزمالك تاكد ان عقد ابراهيم نداي مع لوزيرن السويسري كان 187,000 يورو في السنه. يعني تخيل 187، ده اخر عقد لابراهيم نداي قبل ما يجي نادي الزمالك. من 187,000 يورو ان انت بتنتقل لمليون 176,000 دولار في الشهر، تقريبا اكتر من 9 أضعاف أو 8 أضعاف. أي. للعقد بتاعه. يمكن ده بند انا بضمه لك وأضم صوتي لصوتك انت، يمكن اتكلمت عن عقد بوطيب وطلبت ان احنا نحقق فيه طلب عن عقد سامسون. فعقد ابراهيم نداي الى العقود اللي فيها شبهه بالظبط. يعني ازاي انت بتاخد شبهات كتيره جدا الحقيقه، ازاي انت مع لوزيرن السويسري بتاخد 187,000 يورو في السنه، فجاه بتمضي عقد مع الزمالك 3 سنين، الثلاث سنين ب 3,186,000 دولار. يعني يلعب بيهم 17 سنه برضه. اكبر عقد زي ما كان اكبر عقد في تاريخ خالد بوطيب. 17 سنه ايه ده؟ يلعب بيهم العمر كله. 15 سنه فعلا. العمر كله. اكتر يعني من خم... يخش له 17، هي جت معايا كده 17 18 سنه فعلا. بالظبط. لو قسمت الرقم ده على الثلاثه يديك حوالي 17 سنه. زي ما خالد بوطيب عمل ثروه حياته من نادي الزمالك، ابراهيم نداي ايضا عمل الثروه دي. وده يمكن اللي بيفسر لنا ليه نداي وافق لما مسؤولي الزمالك اتكلموا معاه ان هو يخفض القيمه دي كلها مقابل انه ياخد مستحقاته المتاخره، لان لو ساب نادي الزمالك هيرجع لنفس العقود اللي كان بيتعامل بيها وهي 100,000 دولار 180,000 دولار. فبالتالي كان استمراره يمكن جوميز طالب او جوميز هو بيحب ابراهيم نداي. والله العظيم اللي مسؤولين عن العقود دي لازم يحاكموا، لان ده اهدار مال عام في شبهه فساد في منتهى الوضوح، سواء عقد خالد بوطيب او عقد سامسون او عقد ابراهيم نداي. ده ما رضيش ربنا والله العظيم، حاجه تحرق الدم وفلوس على الارض. الناس والغلابه اولى بيها، بدل ما تخش جيوب ولا تروح حتى عن جهل للعيبه عمرها ما كانت بتاخد الفلوس دي.
بالظبط مبالغ ماليه. كابتن ابراهيم بقى كمل كلامك ان الاتحاد الجزائري لسه عامل بيان من كام يوم حول فيه ناس كانوا مسؤولين عن الاتحاد الكره الجزائري للتحقيق، لان في عقود مدربين وعقود لعيبه كانوا شايفين ان فيها شبهه اهدار مال عام. فده انا بضم صوتي لصوتك ان اي عقد او اي لعيب بينتقل مثلا من 100,000 دولار لاكثر من مليون دولار انا لازم احاسب هنا. يعني لازم اقول ايه اللي يخلي لعيب يتنقل من القيمه دي لسبع ثمان اضعاف. اظن دي حاجه طبعا مش منطقيه ومش طبيعيه. فابراهيم انضاي هو وافق. جوميز قال ان انا عايز ابراهيم انضاي الا لو هتجيب لي جناح سوبر. تمام. لو هتتعاقد مع جناح سوبر. طيب نطلع من نضاي الى ملف التجديد. ملف التجديدات يمكن ده الشغل الشاغل للجنه الكوره في الزمالك. انا بقول لك ان محمد عواد في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي بعيد تماما عن التجديد لنادي الزمالك للخلاف حول المقابل المادي. يعني هو ما فيش خلاف ان عواد عنده القابليه او عنده الرغبه انه يقعد، وان مجلس اداره نادي الزمالك مش رافض وجوميز مش رافض. لكن انا اقول لك حته في موضوع جوميز ده، ان جوميز حاطط صبحي رقم واحد بصرف النظر عن موضوع التجديد. أيوه. والكلام ده فنيا جوميز حاطط صبحي رقم واحد بالنسبه له وعواد رقم اتنين. مجلس الزمالك حاطط سقف للتجديد للعيبه وشايف ان محمد صبحي وافق على ده. عرض على محمد عواد، هو بيتكلم ان انا عندي عرض من تركيا بمقابل مادي كبير، وعندي عرض من مصر وما قالهمش النادي، قال لك ان انا عندي عرض من مصر كمان بمقابل كبير. ده بيخلي محمد عواد بعيد بشكل كبير جدا عن البقاء مع نادي الزمالك في الفتره الحاليه. طبعا موضوع نضاي احنا اتكلمنا فيه. اوباما يمكن اتكلم مع كابتن عبد الواحد السيد الاسبوع اللي فات وقال له ان هو عنده عرض من الدوري السعودي. أيوة. فلو الزمالك مش هيجدد له عقده يسيبه بنهايه الشهر ده، لان احنا عارفين فرق نهايه الدوري بتاعنا من الدوري السعودي ده هيبقى مشكله عند اي لاعب هينتقل. طبعا. فهو بيقول ان لو الزمالك مش حابب ان هو يجدد او يكمل مع اوباما، اذا ادوني الاستغناء زي ما حصل مع محمود علاء وزي ما حصل مع لعيبه كتير، ادوني الاستغناء في الفتره دي بحيث ان انا اوقع للنادي السعودي الموجود. الزمالك عنده رغبه ان هو يجدد لاوباما، ولكن برضه المقابل المادي. اوباما يمكن نادي الزمالك عايز يخفض كم سقف العقود كلها، حتى عقد اوباما القديم كان قيمته الماليه مرتفعه شويه. فالكره في ملعب اوباما، لو هو شايف ان هو هيخفض العقد بتاعه هيكون مستمر مع نادي الزمالك. انا بقول لك ان المسلوسي بطلب من جوميز هيجدد موسمين خلال الفتره اللي جايه. اللاعب مرحب بان هو يستمر في نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك. يمكن جوميز شايف ان ده افضل مدافع في مصر، دي وجهه نظره، فطلب من نادي الزمالك ان هو يجدد، والمسلوسي مرحب. خلال ايام زيزو، يمكن انا اتكلمت معاك قبل كده من كذا اسبوع في موضوع زيزو، مشاكل نادي الزمالك هي اللي مأجله التوقيع لزيزو. يمكن يعني مشكله القيد ومشكله الرخصه ومشكله مباراه القمه واللي حصل فيها، كل المشاكل دي يمكن هي اللي اجلت جلسه الحسم بين زيزو وبين مجلس اداره نادي الزمالك. لكن ما زالت رغبه زيزو هي البقاء في نادي الزمالك، عايز يعمل تاريخ لنفسه. ما زال نادي الزمالك التارجت الاساسي بتاعه ان هو يخلي عمود الخيمه زي ما هم بيقولوا دايما، اللي هو احمد مصطفى زيزو مستمر. عقد زيزو المسوده بتاعته موجوده، ناقص بس ان الزمالك يخلص مشاكله دي كلها وهيقعد مع زيزو وهيكون في توقيع ان شاء الله. نروح لخطه الميركاتو، ده بالنسبه للتجديد او اللعيبه اللي موجودين في النادي. اللعيبه الجديده بقى واللي هيتم استخدامهم من خارج النادي في ظل كل هذه الازمات اللي بيمر بيها الزمالك وادارته. يمكن كانت الازمه الرئيسيه حضرتك اتكلمت فيها في الانترو وهي ايقاف القيد بالنسبه لخالد بوطيب. انا باكد طبعا على كلامك، يمكن انا كان ليا مكالمه مع الاستاذ عمرو ادم، كانت يمكن المفاوضات الفتره اللي جايه كانت بناء على نصيحه المهندس هاني ابو ريدة. يمكن انا بكمل على كلام حضرتك ان هو اتكلم عن ان رخصه المحترفين في مفاوضات وفي كلام كبير جدا ان الزمالك ياخد الرخصه، لكن قال لهم حاولوا تخلصوا موضوع ابو طيب. وده اللي خلى الزمالك كثف المفاوضات خلال الخمس ست ايام اللي فاتوا. كان الخلاف ان خالد ابو طيب عايز يقسط ال 50% على ست شهور بس، ونادي الزمالك كان طالب سنه. ففي النهايه نادي الزمالك عشان ضيق الوقت وانت عندك يومين بس على يوم 5 اللي هو اخر ميعاد للرخصه، الزمالك وافق رسميا على الموضوع. ناقص ان هو بعت الصيغه لمحامي خالد بوطيب، مجرد ان محامي خالد بوطيب يوقع على التسويه دي نادي الزمالك هيخطر بيها الاتحاد الافريقي وهيحول الفلوس لخالد بوطيب. فده اللي هياخدنا لقصه الميركاتو. خلاص انت اكبر مشكله بالنسبه لك انتهت. نادي الزمالك هيعمل ميركاتو قوي جدا الفتره اللي جايه. يمكن الكلام على عمرو الجزار ده يمكن تارجت اساسي في مدافعين نادي الزمالك لدعم خط الدفاع في الفتره اللي جايه. احمد عيد عبد الملك يمكن المدير الفني لغزل المحله تمسك بيه، لكن نادي الزمالك ناوي ان هو يدخل في صفقه تبادليه ممكن فيها مهاب او محمد عاطف هيخش، وده يمكن احمد عيد عبد الملك هيوافق لان هو شايف ان الاثنين دول موهبتين وحتى اشاد بيهم في اكتر من برنامج قبل كده. فعشان اقناع احمد عيد ان هو يغير كلامه في موضوع عمرو الجزار هيتعرض عليه ان انت هتخش صفقه عاطف ومهاب ياسر. الباك ليفت انا بقول لك ان موضوع نجوين
وقف عند المقابل المادي، نجوم عايز 650 ألف دولار في السنه، نادي الزمالك شايف ان هو مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير جدا. اللعيب طبعا فري فما فيش حق النادي عشان كده. فهو بيتكلم ان انت مش تدفع للنادي بتاعي، انت هتديني 650 ألف دولار. الزمالك بيطالب اللعيب ان هو يخفض من المقابل المادي، لو خفض هيكون مع احمد فتوح في مركز الباك ليفت، لو ما خفضش نادي الزمالك هيدور على خيارات ثانيه. يمكن كلام كتير على السوشيال ميديا على ايوب العملود باك رايت الوداد المغربي، انا كان ليا مكالمه النهارده مع احد الصحفيين اللي بيغطوا الوداد، وقال لي يمكن الطلبات الماليه لايوب يمكن برضو نفس موضوع نجوين مبالغ فيها شويه. فايوب بنسبه كبيره جدا هيجدد للوداد خلال اليومين اللي جايين، يعني خلال 48 ساعه هيجدد للوداد. طب مين اللي هيدعم الباك رايت في الزمالك؟ طبعا احمد محمود ظهير، ايمن الجونه ده معار ومعارته هتنتهي فهيرجع تاني، بجانب ان الزمالك بيبحث عن لعيب تاني، ممكن كريم العراقي يكون مرشح بقوه ان هو يكون في المركز ده. طارق حامد عايزين نقف قدامه شويه، يمكن صوره الزياره بتاع طارق حامد فسر لنا بقى الصوره دي، وفسر لنا زياره طارق حامد يا استاذ محمد لنادي الزمالك، لان كلام كتير اتقال وان في جلسه تمت ما بين طارق حامد وبين مسؤولي نادي الزمالك اللي كانوا موجودين بالصدفه وقت ما طارق كان موجود. طبعا طارق يمكن هو متعود من زمان حتى من ايام نادي الزمالك انه لما بيكون في فتره توقف طارق بيتدرب باستمرار، يمكن حتى بينزل صوره من سنين طويله حتى في فترات نادي الزمالك. طارق يمكن تواجده في مصر واخد اجازه طبعا من نادي عشان انتهاء الموسم، كلم مع زمايله واتكلم مع كابتن عبد الواحد السيد ان هو عايز يجي يتدرب في جيم نادي الزمالك، طبعا اتقابل مع اللعيبه ومع شيكابالا. مفاوضات رسميه تمت بين مسؤولين نادي الزمالك وبين طارق حامد قولا واحدا، انا سالت لا مفيش، ما حصلش. لكن مفاوضات تمت بين لعيبه من ضمنهم شيكابالا وزيزو نفسهم ان طارق حامد يرجع، ده تم بصوره وديه، وطارق حامد قال لهم ان انا حابب ان انا ارجع لنادي الزمالك، لكن هو عقده مستمر موسم كمان، فقال ان انا حابب ان انا ارجع في الدوري السعودي. فهو شايف ان هو لو في رغبه من مجلس اداره نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك انا بقول لك مرحبين ان طارق حامد، وهم قالوا لي مين يرفض طارق حامد؟ لعيب هيبقى مؤثر. طب والمقابل جدا. المادي، المقابل المادي هيبقى انت لو طارق خلص نفسه هتبقى الموضوع سهل شويه، لان طارق المشكله انك هتروح تفاوض النادي السعودي هتدفع بالدولار، هتبقى في مشكله كبيره، يمكن دي الصور بتاعه طارق. لكن المقابل المادي طارق موافق ان هو يخفض المقابل المادي، لان هو باقي له سنه اثنين ثلاثه ايا كان الفتره اللي هيستمرها، هو حابب ان هو يختم في نادي الزمالك ويكمل مسيرته حتى بعد الاعتزال في نادي الزمالك، وده اكده لزيزو وشيكابالا لما اتكلموا معاه. فطارق حامد يمكن هو مرحب، مجلس اداره نادي الزمالك ما دخلش في مفاوضات رسميه، لكن كان في جس نبض لو طارق قدر يخلص نفسه من النادي هيبقى الموضوع سهل ان شاء الله. مركز الجناح عشان بس نختصر، يسري وحيد نادي الزمالك هيبعت عرض رسمي خلال الفتره اللي جايه لنادي طلائع الجيش ان هو يضم يسري وحيد، خصوصا ان كان في شويه مشاكل ماليه او مستحقات ماليه من عمرو السيسي وحتى تفعيل عقد محمد شحاته، كل ده اتدفع. فاذا الموضوع العلاقه جيده جدا مع اداره طلائع الجيش، فهيتبعت عرض رسمي ليسري وحيد. جوميز شايف ان اللعيب من افضل اللعيبه اللي بتلعب في مركز الجناح، المهاجم هو اخر حاجه يمكن اللي عليه جدل كبير، حسام اشرف اعتبره راجع نادي الزمالك خلاص، وهو المهاجم البلدي، مهاجم البلدي ومعار طبعا وهداف الدوري، وهم شايفين ان هو مهاجم مميز جدا وهيرجع في فتره جايه. احمد ياسر ريان جوميز موافق مبدئيا ان هو يجي، انا سمعت ان هو الوحيد اللي عاجبه في الدوري بالظبط، يمكن هو اتعرض عليه حسام حسن سموحه، اتعرض عليه محمد شريف، اتعرض عليه ناس كتيره جدا ما وافقش، لكن هو قال ان احمد ياسر ريان خامه مهاجم كويس رقم 9 فهو موافق عليه، لكن لسه الزمالك ما دخلش مع اداره سيراميكا بشكل رسمي، لكن هو طالما المدير الفني موافق اذا هو تارجت اساسي لنادي الزمالك. احمد حمدي يمكن في حته برضه تفصيله مهمه جدا، في مهاجم افريقي محترف في نادي مونتريال الكندي كان بيلعب مع احمد حمدي، اتعرض من احد وكلاء اللعيبه على اداره نادي الزمالك، فسالوا احمد حمدي عليه لانه كان زميله في مونتريال، واحمد حمدي اشاد بيه بشكل كبير جدا، بدا فريق السكاوتنج ان هم يجمعوا معلومات عليه، وممكن ده يكون الصفقه اللي بتدعم مركز المهاجم لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. نروح للغز شيكابالا، شيكابالا حتى الآن لم يعود لفريق نادي الزمالك، إيه السبب في طول مدة الغياب؟ يمكن شيكابالا انباء كتيره في الكام ساعه اللي فاتوا ان شيكابالا مهدد بالاعتزال، وان شيكابالا جسمه لا يستجيب للعلاج، وده يمكن انا شايف ان الجدل ده طبيعي، لان شيكابالا يمكن اتصاب 26 ابريل قبل مباراه دريمز لو نفتكر في غانا، وكان كلام الدكتور محمد اسامه ان الموضوع شهر شهر ونص واللعيب هيرجع، احنا دلوقتي عدينا 70 يوم تقريبا، اكتر من شهرين وشيكابالا ما رجعش. سالت سواء الجهاز الطبي للزمالك او حتى طبيب بره نادي الزمالك، لان خلي بالك الدكتور النادي مش هيقول لك عمره ان لعيب مهدد بالاعتزال او ان لعيب، فانا خدت الرايين عشان يبقى معايا المعلومه الاكيده. اتقال ان اي لعيب اولا الاصابات العضليه غير الاصابات العظام، يعني العظام اي حد مثلا ايده بتتكسر يقول لك ده هيتجبس 21 يوم 23 خلاص دي متحدده.
الاصابات العضليه بتعتمد على ثلاث حاجات، الثلاثه مش في مصلحه شيكابالا، اللي هم اولا سن اللاعب، ثانيا طريقه لعب اللاعب، يعني اللعيب اللي بيعمل فنتات كتيره ولاعيب مهاري وبيغير اتجاهاته، ده كله بيبقى تحميل على عضلات الرجلين. ثالث حاجه التعجل في الرجوع قبل الشفاء 100%. الثلاث حاجات مش في صالح شيكابالا قوي، ده يمكن اللي طول المسافه شويه، ان شيكابالا اولا سنه متقدم شويه، فده بيخلي العضلات انها ترجع الريكفري اصعب واطول، اصعب بشكل كبير جدا. ثانيا طريقه لعب شيكابالا وتغيير اتجاهاته والكلام ده طبعا برضو بيبقى حمل زياده على العضلات، وان شيكابالا مستعجل ان هو يرجع، الثلاثه دول طولوا شويه. لكن شيكابالا انا بقول لك بشكل كبير جدا في مباراه طلائع الجيش، يعني ممكن يعدي مباراه الاسماعيلي، شيكابالا هيكون موجود، ما عندوش اي اصابه خطيره، هي التاخر ده طبيعي وفقا لراي الدكاتره. اخيرا شكل الدوري يا استاذ محمد، يمكن ناس كثيره بتتكلم الدوري القادم، طبعا احنا عارفين خلاص ان هو موسم استثنائي، لكن الناس بتتكلم دوري بلجيكي مجموعتين. انا جايب لك التصور النهائي اللي حطته لجنه المسابقات وعرضته على رابطه الانديه، وفي اجتماع هيتم اخر الشهر ده هيكون بمشاركه كل الانديه عشان يعرضوا عليهم التصور اللي انا هقوله لحضرتك دلوقتي. اولا دوري مجموعتين مرفوض تماما. ايوه. رغم ان هيتم في مشكله على الموضوع ده، لان اولا اللي هيحضر الاجتماع اكتر من واحد او 21 نادي تحديدا، مش 18، لان الثلاثه اللي صاعدين اتحددوا لسه الهابطين طبعا ما تحددوش، فهيحضر كل الانديه المهدده بالهبوط. دلوقتي في اتصالات بينها وبين بعض ان هم يعملوا دوري مجموعتين السنه الجايه ويلغي الهبوط، بحيث ان ايه يضمن ان هو ما ينزلش السنه دي. وانا بقول لك الاقتراح ده هيترفض. الاقتراح اللي استقروا عليه وهيعرضوه على الانديه هيكون دوري من دور واحد 17 اسبوع، وبعد كده الثمانيه اللي فوق هيلعب، اولا هيصعدوا كلهم بنقطهم، وده كان طلب من النادي الاهلي تحديدا لرابطه الانديه، ان اللي هيصعد يصعد بنقطه، ما تضيعش عليا المجهود اللي انا عملته في ال 17 مباراه اللي فاتوا، هيصعدوا بنقطهم. هيكون الثمانيه اللي فوق هيلعبوا برده من دور واحد 8 ولا 10؟ 8 فوق و10 تحت. 10 تحت. الثمانيه اللي فوق هيلعبوا دوري من دور واحد على تحديد البطل، واول اربعه هيروحوا البطولات الافريقيه، وال10 اللي تحت هيلعبوا على تحديد الهابطين. كده احنا بنتكلم في 7 و17 يبقى 24 اسبوع، من 34 يبقى انت وفرت 10 اسابيع، وده يمكن اللي هيساهم في ان انت تتجاوز الازمات الموجوده في الدوري المصري. يا استاذ محمد نورت الدنيا. شكرا جزيلا. كل الشكر ليك، كل الشكر لنقادنا الرياضي الكبير استاذ محمد البنهاوي. فاصل ونستقبل نجومنا الكبار كابتن طارق السعيد وكابتن حسن مصطفى، خليكم معانا.